وأهلا وسهلا بكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد. اليوم العديد من التحف الجميلة الموجودة حوالينا والرسومات أيضا الجميلة وأعادة التدوير بشكل جميل جدا. رح تكون معنا الفنانة التشكيلية رياض الجولاني وهي خريجة كلية الخوارزمي بتخصص الفنون الجميلة وعضو مؤسس في جمعية الفن التشكيلي بال 1995 وأقامت عدة معارض فردية بالإضافة لمشاركتها بعدة معارض جماعية وهي صاحبة أول أكاديمية فنية على مستوى مدينة الزرقاء واللي أسستها بال 2019. رح نعرف أكثر عن هذه الجمعية أيضا ودور هذه الجمعية في تقديم في مثل هذه الفنون لمن يحب الفن ويهوى الفن. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور أستاذ رياض. صباح النور. أهلا فيك. يعني المقدمة عنك والتعريف يعني ما شاء الله من زمان وأنت بهذا الموضوع. اليوم بنحكي عن هذا التخصص كثير صعب. أول إشي ليش اخترت هذا التخصص وشو السبب اللي وجهك لهذا التخصص؟ هلا ما في أسباب محددة، هلا كل إنسان بيكون بالبداية عنده موهبة وعنده هواية، نعم. فبيحاول إنه ينميها. فكانت الفكرة بإنه أنا حب الفنون، دائما كنت دائما أطلع على الشغلات الجميلة وأحاول كيف إنه أنا أصنع منها إشي تاني، أو حتى الأشياء اللي إحنا ما بنستخدمها أو الأشياء المستهلكة كيف إنه أنا أحولها لإشي تاني حتى تصبح إشي جميل نستفيد منه. نعم. فكانت الفكرة أول هي بالرسم، بعدين إنه أنا كنت أطلع على طريقة التطريز لما والدتي كانت تطرز، فكانت تلفت انتباهي كيف طريقة الورود والخيوط اللي كانوا يعملوها. ففي سبحان الله إلا البذرة تضلها يعني موجودة، إنه دائما تأخذ هواية من حدا. فكانت يعني المعلم الأول إلي أو الملهم الأول إلي اللي هي والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. فالحمد لله يعني بتقدر إنك وصلت لمرحلة حلوة في هذا المجال. نعم. تحكينا اليوم مش فقط الرسم، انت اخذتي عادة التدوير وهذا شيء كثير مهم، يعني مثلا فن التشكيل في ناس بيروحوا للنحت لامور عديده، ولكن انت كمان اتجهتي لموضوع اعاده التدوير. قديش هذا الشيء كثير مهم وقديش اليوم بيساعدنا في الحفاظ على البيئه والحفاظ على حياتنا والاستدامه بمصطلح الاستدامه بالفن. هلا احنا بحاجه لانه احنا نصنع الجمال، مش ضروري انه احنا نروح للجمال في كل مكان، لا احنا لازم نصنعه. اوكي. ففي شغلات كتير بحياتنا إحنا قاعدين بنستهلكها وما عم نستفيد منها، فالأشياء اللي لما تحوليها لإشي جميل أنت بتكوني فخورة فيها، وبالمقابل أنت عم بتحافظي على البيئة. فاتجاهي كان مثلا في بعض الأعمال اللي هون أنا اشتغلتها مثلا من عندي من شجرة في البيت. جميل. أوكي. يعني عندي شجرة نخل في البيت، فالشغلات كانت عم تسقط منها وإنه ما إلها أي أهمية. فلا لما ضليت احكي مع القطعه وافكر انا وياها فطلعنا بنتيجه انه لا ليش ما انا اعملها بشكل جميل وإشي غريب يعني. فطلعت معي هاي الافكار تقريبا من نخله البيت. اوكي. فحبيت اني ادورها بهاي الطريقه واصنع منها شغلات جميله. طبعا عملتها بعده اشكال وبعده اوجه. اوكي. منها الرسم، في عملت عليها الريليف، عملت عليها الدايوراما. يعني منشوف هاي هون صورة جلالة الملك راني عبد الله، جميلة جدا يعني كثير حلوة والفكرة كثير حلوة، ومنشوف اليوم مطبقيتها في يعني أدق التفاصيل. هذا قديش كمان بياخد منك وقت وجهد؟ بياخد وقت صراحة. بياخد وقت كثير، بس أنت لما تكوني عم تشتغلي القطعة بتكوني كثير مبسوطة فيها. صحيح. فهي اللوحة الثانية لجلالة الملك أنا عملتها، في لوحة أهديناها إياها شخصيا يعني، وكانت بلوحة أكبر وضمن برواز وهيك، فكانت هاي اللوحة الثانية يعني. نعم. إشي جميل إنه أنت تحس إنه عم تهدي إشي قيم أنت عملته بإيدك. دائم. طيب يعني استرياض دائما إحنا بنقول الإنجاز بيكون قبله في تحدي، في صعوبة، في مشاكل، ممكن عقبات ممكن واجهتك في قبل ما تدخلي بهذا الموضوع أو تبدعي فيه. شو أهم التحديات اللي واجهتيها في حياتك بهذا الموضوع تحديدا، وأنت بتعرفي يعني يجوز صعب الأمور في دقة بالفن هذا؟ صحيح. هلا هي الصعوبات اللي إحنا بتواجهنا، هلا بحكي أنا عن الفن بشكل عام بلاش نخصص على إشي محدد. هلا الفن بشكل عام يعني لسه مش واصل للمرحله القصوى بانه الناس تكون مقتنعه فيه. نعم. اوكي. فبتحس انه لا انه هذا الشيء مش شيء مجدي، فانا ليش انه انا عم مثلا اعلم ابني او انه اوصل ابني لهيك مراحل انه ما راح يدخل على سوق العمل او ما راح يجيب له همه. اوكي.
بالنسبة للأعمال اليدوية فيها تحدي الخامات، توفر أصلا نفس الخامة من الشجر. يعني أنا بتذكر لما عم بجيب الأشياء هاي عم بلف على مزارع لحتى أني أنا أحصل عليها. أكيد شجرة واحدة عندي في البيت ما راح تكفي كل هذا الشيء، فبلجأ لمزارع ولا ناس مختصة بهذا المجال حتى أنه أنا أوفر هاي الأشياء. بالنسبة كمان للرسم، في عندك دخل هلأ الذكاء الصناعي، هذا كتير يعني الذكاء الاصطناعي صحيح قدرتي تستغليه، قدرتي تمشي فيه بهذا؟ بصراحة أنا ما اشتغلت بالذكاء الصناعي، أنا لأنه بحب الإشي العملي بإيدي، بحب يعني يكون الشغلة ملموسة بإيدي. أما إشي على الكمبيوتر هيك يعني بحسه مش فن كما يجب، أو أنه أنت عم تبدأ فيه زي ما بدك، مع أنه الذكاء الصناعي أعطانا كتير فرص، كتير مش بس فرص كمان جمالية، أعطانا جماليات كتير وأعطانا مناظر كتير وكيف تحول الأشياء لإشي حلو يعني. جميل صراحة. جميل. بس بضل إنه الإشي اليدوي والعملي في روح، في إشي أنت يعني القطعة لما تمسكها عم تحكي معها، فيها 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 يعني الحياة أكتر. صحيح. نحكي عن هاي اللوحة كمان، كتير حلوة وكتير جميلة، ما بعرف بياخدها الشباب. أيوة. هلا هاي شناشيل عراقية، أنا بحب حلوة. هذا التراث لأنه بتحسيه في 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 حكاية. فاستخدمت هون الرسم، وأصلا هاي القطعة كانت موجودة عندي ومهملة بصراحة. فأخذتها من إشي تاني وعملت لها إعادة تدوير، رسمت عليها، بعدين ضفت لها بعض الإكسسوارات لحتى إنه تضيف عليها حياة أكثر. تمام. طيب يعني بالنسبة للأكاديمية في الزرقاء، وأنت من أيضا أعضاء المؤسسين. صحيح. لا هلا الجمعية عفوا، الجمعية أنت من أعضاء المؤسسين في هذه الجمعية. نتحدث ماذا أضافت لك الجمعية؟ هلا في جمعية وفي أكاديمية. الجمعية اللي هي بشكل عام، الجمعية اللي هي كان أول معرض بيعملوه بالزرقاء بسنة 95. أوكي، وأنا شاركت فيه، كانت مديرية الثقافة بتعمل أول معرض بالزرقاء بال 95. تمام. أوكي، شاركت فيه طبعا من خلال كنت خريجة جديد كمان من الكلية، فرحنا لمدير الثقافة وقلنا له أنه إحنا هلأ إحنا خريجين، فبدنا مكان اللي نرسم فيه ويكون يعني ملتقى للفنانين. فمن هون لهون من خلال الحديث طلعنا بفكرة أنه إحنا نعمل الجمعية. فعلا من خلال المعرض، لأنه صار في تجمع للفنانين مع بعض بشكل عام، فصرنا أنه نلم الفنانين ونعملنا هذا الجمعية. نعم. ونتحدث اليوم عن الأكاديمية بالزرقاء، وقديش هاي الأكاديمية ساعدت الطالبات وأيضا أي شخص بحب الرسم. هلأ الأكاديمية كانت وليدة اللحظة بنفس الوقت، يعني فكرنا بأن نعمل أكاديمية بنفس اليوم، أخذنا مقر بنفس اليوم، استأجرناه بنفس تاني يوم، كنا منزلين المواد وكل إشي، مع أنها أبدا ما كانت موجودة في البال. فخلال يومين كان المقر موجود والمواد موجودة جوا الأكاديمية. إشي خيال يعني أنت بتحكي فيه. طبعا بلشنا نتدرج فيها، وكانت أكبر صعوبة أنه كيف أهل الزرقاء ممكن يحبوا فكرة أنهم يعلموا أولادهم الرسم. يعني كان في إقبال من الطلاب على الأكاديمية؟ صراحة تفاجأنا بأنه في إقبال شديد كان من الأهالي على أنهم يعلموا أولادهم الرسم. لأنه هذا مش إشي كمال، مش إشي أساسي، هو إشي كماليات. فالحلو إنه إحنا فعلًا بأول سنة كان إقبال شديد. هلا الأول تحدي واجهنا بالأكاديمية الكورونا. يعني لسه إحنا ما لحقنا نطلع بال 2019. أجتنا الكورونا. أجت الكورونا، فكانت هاي بالنسبة إلنا يعني كتير صدمة كبيرة. أوكي. فالحمد لله، الحمد لله رغم كل الظروف اللي احنا كنا فيها، مع انه احنا بالبداية يعني لسه ما في دخل وما في وارد إلنا للأكاديمية، ومع ذلك استمرينا. أكيد هي مرت الكورونا على كثير قطاعات، وأكيد من أنتم منهم. احنا لأنه كنا بالبداية يعني لسه بقول يا رب. طيب طيب. يعني أنا بصراحة يعني كاتي شو رأيك، حابين نحكي عن القطع الموجودة الآن. يعني المشاهدين أكيد بيسألوا عن هاي القطع وطريقة التصميم ومن إيش استخدمتيها، ونبدأ بهاي القطع إذا سمحت تشرحي لنا عنها قطعة قطعة. يعني أنا بشوف هون بصراحة هاي القطعة احنا بشوف زي ما انت قلتي على التدوير، وبقدر في كهرباء بالموضوع. انا بشوف في لا، هي هاي لقلم، هاي اصلا هاي الفكره منها اللي هي دايوراما.
الشغل هذا. أنا فكرت سوكة كهرباء. لا 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 سوكة كان حطيت لها لمبة. مش سوكة يا مهند. لا هي غطاية. تمام. إذا بدك أوكي فكرة برضو أن نحط لها لمبة مع. أي أعطيتك فكرة. أعطيتك فكرة. أوكي. قديش سعرها؟ إذا بدك. عن نص. عن نص أوكي. تمام. حلو كثير. هاي ديوراما. هاي الفكرة اسمها ديوراما. في عندك مثلا زي الباب هاد. هاد الريليف. اللي هي البارز. أي واحدة. وين هي؟ أي واحدة الباب. هاي كمان ديوراما. هاي. لا لا لا. الباب ديوراما. الباب ديوراما. اوكي لا بالعكس لو سمحت ايوه بالضبط هي هي عن الباب الخشب القديم مع التعتيق اللي فيها الحلو فيها خفيف لا حلو يعني كثير خفيفه بالضبط هي مش ثقيل القطع لا خفيف في هاي الريليف هاي الساعه اوكي برضه يعني حاولت بحب انا انشر الشغلات القديمه أو الشغلات العتيقة اللي خلينا نحكي اللي فيها فعلاً حكايات مش زي الأشياء المستهلكة صح. اللي بنشوفها بشكل طب مين بيساعدك بالبيت يعني لحالك؟ هلأ ما شاء الله بنات الصبايا ما شاء الله عليهم حبيباتي فعندي أنا بنتي أصلاً شيف ما شاء الله والبنتي الثانية برضو نفس مجالكم إذاعة وتلفزيون وكمان مكياج سينمائي ما شاء الله خبيرة مكياج سينمائي فلا يعني الحمد لله والكل متعاون معي في البيت وبتلاقي هيك في أوقات محددة للعمل مثل هذه مثلا اللوحات أو إعادة تدوير ولا بتحسي إنه خلص ممكن تجيك الفكرة في أي لحظة وإنك تبلشي تطبيقها مش بأوقات محددة لا مش بأوقات محددة لا ممكن تجيني الفكرة بس تطبيقها مش مباشر أوكي وممكن تبلشي بالفكرة وتترك القطعة فترة طويلة لحد ما أنت توصلي لاتفاق بينك وبين القطعة لأنه إذا أنت ما حكيتي معها ما رح توصل لك لنتيجة فالمحاكاة بكل شيء كتير جميلة حتى بالقطعة نفسها أستاذ رياض بس نشوف كمان هاي اللوحة اللي بجانبك إذا تعطينا إياها خلي شوفنا إياها إذا سمح هاي أضفت لها أوكي هاي كتير هاي فيها ضوء يا رايد هاي فيها ضوء طبعا في كمان قطع كتير اضفت لها اضاءات بس بطريقه معينه هاي حبيت انه يكون فيها يعني الجو تاعها لانه رسم داخلي فالاضاءه بتيجي من هنا من بس والله متعب وانت بترسمي يعني بدها دقه تحديدا وانت بترسمي داخلي وبعدين حطيت لها سلسال كمان جدا متعب على فكره مو سهل بالمره خصوصا انه انت بدك تحدد الاماكن وتشتغلي عليها انت كمان دهنيتها بشيء طبعا لازم تعملي لها طبقه حمايه وعم تلمع يعني خشب اوكي لانه خشب بدك تعملي بدك تعملي معه زي كانه خشب حتى لو كانت هو خشب اوكي هو خشب لكن ناشف مش لحق يا استاذ رياض نعرف التحيه طبعا اكيد لكل الفنانين اللي بيشاهدونا بكل انواع الفن للامانه يعني الله يعطيكم العافيه باي تخصص كنتم لكن اليوم الفنان بنحس في الاجواء معينه ممكن يشتغل فيها يبدع فيها صحيح وين بتحسي حالك باي جو باي مكان شو طبيعه الجو العام اللي بتحب تشتغلي فيه وتبدع فيه بهذا التصرف انا بحب كل شيء يكون موجود عندي الفوضى حوالي بس مش كثيره فوضى مرتبه خلينا نحكي انه انا عارفه كل المواد وين هي بحب جوي الفكرة ممكن تجيني بلحظة ممكن تجيني بسنة يعني مش ممكن أنها تكون بنفس اللحظة في قطع سهلة جدا صحة سوري مش سهلة خلينا نحكي فكرتها بتحسها مباشرة بتتطبق في قطع لا يعني ما بدها يعني ما بتنجز معك بسرعة فبتلاقيها بتاخذ وقت ممكن سنة ممكن أشهر تمام. فالحلو إنه عندي أنا بالأكاديمية مكان عندي متاح عندي عدة من جميع المناشير دريل كله متوفر كله متوفر ما شاء الله. عندي فكل المجال عليك. عندي موجود بالأكاديمية أكثر إنه أبدع فيه يعني. شو بتوجهي كلمة للي بيشاهدونا اللي حدا أي حد عنده موهبة وحاب يدخل هذا المجال اللي مش هو دقيق وصعب ومش سهل بس يعني في عنده شغف لهذا الشغل شو بتحكي لهم رسالة أخيرة في شغلات تعلم وفي شغلات لا تعلم هي بالفطرة صح اوكي هلا مثلا الاعمال اللي زي هيك هلا ممكن انه انا اعلمك اياها بس انت شو ممكن تحط جواتها نعم اوكي هاي بترجع للذوق البني ادم ولفكره ولطريقه شغله صح. اما الشغلات اللي تعلم مثلا كرسم يعلم لانه في عندك انت قواعد عندك اسس عندك مبادئ صح. عندك تعليم اكاديمي اللي انه انت تمشي عليه زي اي صحيح. ماده صحيح. تانية
أما كتعليم يدوي هاي بترجع يعني أنت ممكن مهارات. تعطي أشياء بسيطة ولكن ترجع للمهارات أكثر. بدنا نشكرك جزيل الشكر الأستاذ رياض الجولاني وأنت فنانة تشكيرية على هذا الإبداع وهذا الجمال وهذا الفن أيضا. شكرا جزيلا. شرفتينا. يا هلا. شكرا لكم. هلا بيك. هلا.